للحديث عن تشكيل ميليشيا الحشد مديرية مكافحة الإرهاب الفكري كواجهة جديدة لها في المحافظات المنكوبة ودلالاتها ورسالة منها، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق. دكتور ثامر، سلام الله عليكم. يعني في واجهة جديدة باسم مكافحة الإرهاب الفكري أنشأتها ميليشيا الحشد، مضافة طبعا إلى واجهاتها من المكاتب الاقتصادية وأيضا لجان التدقيق والمعلومات، لكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا، أين تكمن خطورة هذا التشكيل الجديد دكتور؟ حياكم الله أخي الكريم ولمشاهدي قناة الرافدين الأكارم. بداية، مديرية مكافحة الإرهاب الفكري هي مديرية تابعة لميليشيا الحشد الشعبي، وميليشيا الحشد الشعبي هي أصلا متهمة بالطائفية والتبعية لإيران، واستحداث مثل هذه الدائرة داخل هذه الميليشيات وفرضها على المحافظات السنية، طبعا هي في المحافظات السنية فقط، في الموصل، في ديالى، في صلاح الدين، في الأنبار، في بغداد وغيرها من المدن الأخرى، يعني أن هذه الدائرة هي ذراع ميليشياوي آخر في هذه المناطق تقوم بترسيخ أو تطبيع، تقوم بتطبيع الشعب العراقي على الرضوخ للفكر الميليشياوي، وما تقوم به هو شبيه بقانون 4 إرهاب، لأن كلاهما يستهدف المجتمع السني والمحافظات السنية، ومن خلالهم من خلال هذين القانون 4 إرهاب ومكافحة الإرهاب الفكري يعتقل الناس ويعدمون وتصادر ممتلكاتهم ظلما وعدوانا. دائرة مكافحة الإرهاب الفكري هي طريق يوصل إلى مادة 4 إرهاب سيئة الصيت، ومن هذا يمكن أن نفهم أن هذه المديرية هي ذات توجهات سياسية طائفية ميليشياوية بعيدة كل البعد عن الجانب الثقافي والدعوي. والحقيقة أن هذه الدائرة هي أسست للترويج لميليشيا الحشد وتطبيع الناس بالقوة والإكراه على الرضا بتسلط الميليشيات في المحافظات السنية، في المحافظات الشمالية. دكتور، لماذا هذا التخصيص في هذه المدن تحديدا؟ هذا يعني أن هذه الدائرة تريد أن تمارس الإرهاب الفكري الحقيقي ضد الناس بشكل بشع ومخزي، وإلا كيف يسمح لهذه الدائرة أن تسعى بتأسيس مدارس وجمعيات بأسماء مستفزة لمشاعر كثير من العراقيين في المحافظات الغربية والشمالية؟ ولذلك هذه المديرية تقوم باستبعاد العلماء والخطباء والشخصيات الدعوية من المساجد واستبدالهم بآخرين يولون ويداهنون الميليشيات الإرهابية التي هي متهمة بجرائم ضد الإنسانية. نعم دكتور ثامر، هل تعتقد أن الميليشيات تحتاج إلى هذه المديرية وبالتالي تقوم بالترويج لها؟ بالتأكيد الميليشيات هي تريد أن تدخل في كل ما يمكن لها أن تدخله من أجل ترسيخ وجودها في هذه المناطق التي هي من هذه المناطق لا تقبل بوجود الميليشيات، لأن الميليشيات هي أصلا تحتاج إلى تطهير فكري، لأن هي تحمل أفكار متطرفة. وطبعا هناك طبعا إذا رجعنا إلى أمر مهم، هذه هناك إشكاليات كبيرة في هذه الدائرة من حيث قانونيتها، من حيث حصرها واستحداثها في محافظات معينة. فمن جانب هي ميليشيات مسلحة، ما الذي يجعلها تتدخل في الجانب الديني الذي هو مسؤولية ديوان الوقف السني على سبيل المثال في هذه المناطق؟ ما الذي يسمح لها بالسيطرة على المساجد والمدارس الدينية؟ هذا يدل على أن هذه الدائرة هي ذات ذراع ميليشياوي ينتهك حقوق الإنسان، يحارب حرية التعبير عن الرأي، عمله يكون في إطار تكميم الأفواه من الناحية، ومن الناحية القانونية كيف يمكن لهذه الدائرة بشخوصها أن يستبدلوا خطباء وعاملين في المساجد بغيرهم من موالين الحشد الشعبي؟ إذن هذه الدائرة غير قانونية، غير شرعية، وأيضا هي تخضع للسيطرة الميليشياوية التي هي متهمة بالإرهاب، وتحتاج كما قلت سالفا إلى تطهير وإلى محاربة أفكارها الطائفية الهدامة التي هي متهمة بأفعالها
بجرائم ضد الإنسانية في المجتمع العراقي. دكتور، في مسار آخر ولكن في نفس الموضوع، مراقبون يقولون أن ميليشيا الحشد باتت تتحرك بعدة مسارات متوازية، وذلك في إطار المشروع الإيراني الطائفي في العراق، وهي كما تعلمون مسارات التهجير القسري والتغيير الديموغرافي وأيضا الثقافي. ما دقت هذا الطرح؟ هذا الطرح سليم 100%. نحن نتكلم عن ذراع ميليشياوي في هذه المناطق. إذا هذا الذراع الميليشياوي هو يؤمن معلومات استخباراتية للميليشيات لكي تقوم بعملها الذي هو يدخل في إطار التطهير والتغيير، التطهير العرقي والتطهير الطائفي، وأيضا يدخل في التغيير الديموغرافي، وأيضا هم يحاولون أن يسكتوا أي صوت يمكن أن ينتقد الميليشيات التي توالي إيران تسيطر على هذه المناطق. دكتور، لو تحدثنا عن مآلات هذا التوجه، ألا تخشى السلطات الحكومية من عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل عام 2014 وأيضا عام 2014 عندما سيطر تنظيم داعش على ثلثي مساحة العراق، طبعا مع استمرار الممارسات الطائفية والاستفزازية لهذه المديرية وغيرها من قبيل إنشاء مدارس طائفية تحت مسمى أو اسم الخميني والمهندس وسليماني وغيرهم، ألا تخشى السلطات من عودة الأمور إلى عام 2014 نتيجة هذه الاستفزازات دكتور الثامر؟ بداية لابد أن نعلم أن هناك ميليشيات هي أقوى من السلطة الموجودة الحالية حكومة الكاظمي، وأي أقوى من قوات الأمن والجيش. الذي يسيطر على العراق فعليا هي الميليشيات، وهم لا ينتظرون آراء القوات، عفوا لا ينتظرون رأي الحكومة أو الأحزاب الباقية، هم يسيرون في مشروع طائفي، في مشروع يأخذون أوامره وتوجيهاته من إيران. وفعلا لو نظرنا إلى الأسباب التي أدت إلى ظهور داعش وانتشارها في هذه المناطق، هي نفسها الأسباب تعود من جديد. إذا هذه الجهات لا تريد استقرار في هذه المناطق، ولا تريد أن يعيش الناس بأمان واستقرار وحرية، وإنما يريدون هذه المناطق دائما أن تكون مشتعلة ومستعرة، وهم يقومون باستحداث أفعال إجرامية يتهمون بها جهات أخرى. من عمان الدكتور ثامر العلواني، مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق، شكرا جزيلا لكم.